اجتنابه والحذر من الوقوع فيه هو النميمة. وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة، فما معناها وماذا يترتب عليها؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. مشاء بنميم أي بنميمة. ما النميمة؟ هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم. أن أسمع إنسانا قد تكلم على آخر بشر وسوء، فأنقل هذا الكلام إلى ذاك الثاني الذي تكلم عليه، قلت على وجه الإفساد بينهم، لأنني إذا نقلت كلام خير على وجه الإصلاح كنت مأجورا عليه. إذا قلت لفلان إن الآخر تكلم عليك بخير وهو يريد بك خير، هذا كان لي فيه أجر. أما نقل الكلام على جهة الإفساد، قال: أنا ما تعمدت الإفساد. طيب، لماذا نقلت الكلام؟ إنسان يذكر فلانا بسوء، بحكي عليه يعني العامي، لماذا نقلت الكلام للآخر؟ ما الفائدة؟ قال: درج الكلام. درج الكلام أن أنقل لفلان أن فلانا ذكرك بسوء، إما أن يحقد عليه، وإما أن يضربه، وإما أن يشتمه، وإما وإما. الغاية من نقله ما هي؟ إلا الأذى، إلا الضرر. فلما يزعم الإنسان أنه ما يقصد شيئا، نقول هذا الزعم غير صحيح. أنت أحد اثنين، إما أن تقصد الإصلاح وإما أن تقصد الإفساد. فإن كان كلامك خيرا قصدت الإصلاح، وإن كان المنقول هذا الكلام شرا فما قصدت إلا الإفساد، وزعمك غير هذا مردود عليك، وزعمك غير هذا مردود عليك. لذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. قال يعني صار كافر والعياذ بالله؟ لا، ولكنه لا يدخلها مع السابقين الأولين، وإنما يؤخر فيحاسب ويعذب، ثم ما دام مسلما يتجاوز الله عنه فيما بعد، لكن بعد حساب وعذاب والعياذ بالله تعالى. ورد في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوقف، أي عندهما، ثم قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. وقف أي كأنه يسمع شيئا. قال: إيش يسمع؟ أسمعه الله تعالى شيئا من المغيبات، أسمعه صوت المعذبين في قبورهم. نحن لو مررنا لن نسمع شيئا من المقابر. نعم، قال: إنهما ليعذبان، صاحبا القبرين، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. قال: كيف ليس كبيرا وهو كبير؟ اجتمع الضدان؟ لا، ما اجتمع. ما القضية؟ وما يعذبان في كبير، هذان الميتان في حياتهما كانا يظنان أن هذا الفعل، كل واحد فعله أمر سهل، بل عادي الشغلة يعني. لذلك قال: بلى إنه كبير. هم يزعمون أنه ليس بكبير لكنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، موطن شاهدنا، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستتر من بوله، يعني يكشف عورته. الأول إذن كان يمشي بالنميمة فهو معذب في قبره فضلا عن عذاب الآخرة العياذ بالله تعالى. الآن نصف أو ثلاثة أرباع مشاكلنا بسبب النميمة. لو أنني لم أعرف أنك تكلمت علي، من أين لي أن أعاديك؟ أنت في حالك وأنا في حالي، من أين أعرف أنك تكلمت علي؟ ولكن لما يأتي غيري فيقول: فلان تعرف ماذا صنع؟ قال: عليك أنك كاذب، قال: عليك أنك تفعل كذا، قال: إنك قبيح المنظر، قال: إنك بخيل، قال: يمتلئ قلبي حقدا وشرا، فأوذيه أو أشتمه أو 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 أسلط عليه من يؤذيه، وهكذا. فتقع الفتن، تأتي الزوجة، عرفت ماذا صنعت أختك؟
طيب أنا في غنى عما صنعت أختي، لماذا تنقلين ماذا صنعت أختي؟ أنا أنت تسرين إن نقلوا لك ما صنع أخوك حتى تحقدي علي، لفقط من طرف بيت حماك تحرضين الزوج. نقل الكلام النميمة على جهة الإفساد. لذلك الله تعالى قال قدمت الآية ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هذا ما ترد عليه، لأن أهل العلم قالوا من نم لك نم عليك، ينقل لك الكلام ويذهب إلى الآخر يقول أيضا أنت حكى عليك فلان كذا. إذن والعياذ بالله هذه صنعة، صنعة غير مأجورة، أجرها من إبليس فقط يكافئك عليها، صنعتها غير مأجورة من الله وغير مأجورة من البشر، يكافئك إبليس عليها بأجر من عنده والعياذ بالله تعالى. سبحان الله، نجد أناسا همهم أن يدخل إلى فلان يتكلم، يدخل إلى فلان يتكلم. يا أخي أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ماذا تصنع بالإفساد بين الناس؟ ماذا تصنع؟ وكثير من الناس كأنه في عالم آخر، تكلمه لك إن شاء الله معوذ بالله أنا أنوم، ثم يخرج من المسجد فيقول الشيخ قال كذا، لك تقل من شوي قلت أنا أعوذ بالله أنا أنوم، أنا بحياتي ما نممت. سبحان الله، فيذهب إلى فلان ويحدثه ويذهب إلى فلان ليحدثه وينقل الإفساد بين الطرفين. سبحان الله العظيم، الإنسان يضبط نفسه. هذا الأمر يحتاج إلى تدريب. أنا جالس في مجلس سمعت فلانا يتكلم عن فلان، فلأقل له يا أخي اتق الله، أو أنا كنت جالس في مجلس ذكرت فلانا وكلمت شخصا عنه وقد يكون بينه وبينه عداوة، أراجع نفسي عند المساء، أنا حكيت على حد؟ نقلت كلام على وجه الإفساد؟ إيه والله تكلمت مع فلان، لماذا قلت هذا؟ أستغفر الله أولا، وأفرض على نفسي كفارة، أفرض أنا على نفسي كفارة، أقول لأنني نقلت الكلام لفلان فلان قد يحقد على أخيه سأدفع اليوم صدقة 20,000. لما أفرض على نفسي مثل هذا نفسي لا تطيعني بالدفع المال، حينها إما أن أمسك لساني وإما أن أدفع المال، فحينها سأترك الكلام. هذا الكلام ليحبذ أن تقولوه إلى أخواتنا النساء، فأكثر الإفساد يأتي من جهة النساء، يفسدن بين بعضهن البعض وبين أزواجهن وبين أرحامهن وبين بني أحمائهن وبين وبين، ينقلن فيفسدن، فحذاري أيها الأحبة. في الحديث الصحيح أيضا تجد من شرار الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يقول لهؤلاء فلان تكلم عليك وأنا أحبك، يقول للثاني فلان تكلم عليك وأنا أحبك، أنت مع من ولماذا تنقل للطرفين أصلا؟ اللهم جنبنا هذا الذنب، جنبنا النميبة والغيبة والوقوع في أعراض الناس، واحفظنا واسترنا بسترك الجميل، والحمد لله رب العالمين.